وقال يسوع: إني أتيت لدينونة هذا العالم لكي يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. فسمع هذا بعض الفريسيين الذين كانوا معه فقالوا له: ألعلنا نحن أيضا عميان؟ قال لهم يسوع: لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطيئة، والآن أنتم تقولون إننا نبصر، فمن أجل هذا خطيئتكم ثابتة. الحق الحق أقول لكم: إن من لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يتسور من موضع آخر فإنه سارق ولص. وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، ولهذا البواب يفتح الباب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه بأسمائها ويخرجها. وإذا أخرج خرافه يمضي أمامها وخرافه تتبعه لأنها تعرف صوته. وأما الغريب فلا تتبعه الخراف لكنها تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغريب. هذا المثل قال لهم يسوع، أما هم فلم يفهموا ما كلمه. أبونا الأخ أندراوس اللي هو من الرهبنة مالتنا حاضر بيناتنا وحب أن يشاركنا القداس، أن نصلي كلنا سوا، نصلي من أجله حتى الله يقويه في مسيرته الكهنوتية والرهبانية. نرحب به ونقول له أهلا وسهلا بيه في كنيسة مار جورجيس بين دواية، وإن شاء الله للنشاطات الأخرى راح يكون أيضا مستعد وحاضر ويانا. شكرا برونا روحا خوشا خالا أمين خوشا بقنا بريخا عم شكرا أبونا شاهر أتمنى سمح لطالي تهاون بنا ثمرة يوما على ما قوي القاب خدمته خدمتة إيتاتا خدمتة إيتا تمشيها على نعترف على نعرف لهم سورة العربي فهموك عربي تمام ها اتفقنا عليه لك في بعض ولكن الموصل تتعلي على العربي بس تتعلي مش عربي كوتو ايه لا ما وصلنا معايا قاشت يوهن كيمر اذا ناش قدام خي قاوت ايتا فما بوضخ لها ها لا اي الى قطة شيفانا اي الى قطة شيفانا ها هي عصا مال راعي اليوم جبتها حتى ما تنسون ابدا شنو هو انجيل مال اليوم انجيل الراعي الصالح كل انسان عنده صفات معينه جيده وسيئه كل معلم اكو معلم جيد معلم سيء كل نجار اكو نجار جيد نجار سيء إذا النجار بخازوته باوضة خلخة كرسي مراتب له ويتوه مرتاعين بينما إذا خانا قارة خينا بطوت الكرسي طيق وطيق ديه لخلصة طيق وطيق ديه دخ إذن هذا قاوت علما طاوة بيشي هم قاوت روحناي أكو كهنة صالحين ينطون من قلبهم يكونون كهنة أمناء لكهنوتهم ورعاة أمنا لرعايتهم وأكو كهنة آخرين ماخذين الكهنوت مالتهم بس وظيفة يمكن ما صار عنده نصيب أنه يتزوج أو يتعقد من عقدة أو مشكلة أو هربان من مشكلة هرب المشكلة في ظرف ما كان العراق يمر في ظروف وكل الناس اللي كانت تسقط من المدرسة كان يأخذهم عسكرية ليش ما أروح أصير قس أهرب من العسكرية
هروب من واقع يرتبط بواقع آخر أصعب من الواقع اللي كان بيعيشه. الكهنوت ما سهل، الرعاية ما سهلة. من شنو تعرفون هذول الكهنة أو العمال أو المعلمين أو النجارين زينين أو مزينين؟ شلون نعرفهم؟ يسار أعلمنا من ثمارهم، ثمارهم تعرفونهم. من بير ديان يدوس لي، من بير ديان يدوس لي. إيشو إلى رعية طالا آوي لرعية طالا. الفرق بين الرعاية في الغرب والرعاية في الشرق. الراعي في الغرب يربي غنماته على شنو بالدرجة الأساسية؟ أنطوني جواب. أنا أختو كمن شرطوته مني. الراعي في الغرب على شنو يربي غنماته؟ ما تعرفون يمكن. زين بالشرق يمنا هنا شلون يربي غنماته؟ هو بالنسبة للغرب يعتمد يعني شغلات مفاهيم علمية حاليا يعني. ايه مفاهيم علمية. لا على شنو يربي الغنم مالته؟ على شنو يربيها؟ شريد من الغنم، شريد من الخروف مالته؟ يريد من الغنم بشرط له غرب. كغرب يستفاد اقتصاديا 100%. بالغرب يستفاد اقتصاديا 100%، والشرق اعتقد احنا اقل. لا الغرب يربي الغنم مالته على مود اللحم حتى يبيع اسرع ما يمكن، يطعمه كيميائي حتى بسرعه ينتفخ حتى يبيعه يستفاد حتى يجيب واحد ثاني. بينما الشرق عندنا تعرفون شنو يستفاد من عنده الخروف؟ كل شيء. اول شيء لا تقولوا كل شيء، من هذا كل شيء تعطيني نقطه نقطه واحد واحد لفظ يا فرصه. اللبن. الحليب. الصوف. النقطة الأساسية الصوف. الصوف النقطة الأساسية. ليش؟ لأن دي يربي الغنمات مالته يبقى فترة طويلة مع الغنم مالته، وكل صيف نشوف هذا الراعي دي يقص الصوف مالته. اللبن قليل، اللبن بس من أنثى ياخذ، من ذكر ما ياخذ من عنده لبن، بس من الأنثى من نقوة شقلوخ مستدية أو خلوة دي حليب من أرثى ليش شقلوخ ليه. فأهم نقطة إلى الصوف. مش قال الصوف من برخديا تمام، مش قال الصوف تتجاوز لاستبياثة باوتة جلة باوتة كبيرة من ديانة. هو البايس برخة عمر رابع ايه قاكنا خيري تبصر دية بعد لك باوة شمال. لما يصير الغنم كبير في العمر بعدين يذبحه ويأكله. هاي النقطة أساسية. ليش دا أقول هالكلام؟ لأنه أكو علاقة كلش متينة بين الراعي والغنمات مالته. لما يجي الراعي يفتح باب الكنيسة، باب الرعاية، الحظيرة هي هاي الحظيرة. والراعي هو مكان الكنيسة. لما يجي يفتحها وشفته أبونا الله يحفظه أبونا شاهد كان ينادي بأسماءكم. الراعي ينادي غنماته ويعرفها بأسمائها. شوفوا ايش قد اكو علاقة؟ معناتها كل صيف يحصل فيكم. والله الطياسة نزلت اليوم، قلت يلا هيو. زين، هاي الرعاية كثير مهمة، وها هو الراعي الصالح اللي يعرف رعيته. هاي كثير نقطة مهمة، والراعي الفرق بين راعي الشرق والراعي الأجير والراعي الأصلي، الراعي الأول يتقدمهم والخراف تذهب خلفهم. وتعرفون أحلى شيء بالخروف شنو هو؟ إنه الخروف على طول راسه مدنج. على طول راسه هشف اللي يمشي، وين ما يشوف حشيش أكل من نانا، شاف حشيش أكل من نانا، شاف ماي شرب من نانا، ياكل من نانا، على طول راسه. بس يسمع اكو خطر شو يسوي؟ يركض. ها؟ يركض. بعد شو يسوي؟ ما يقرح. شو يسوي؟ نعم؟ يلزمون على بعض. ها؟ يشتغل كلمة لا بس يسمع اكو خطر راح يعلي راسه يشوف وين الراعي مالته شو راح يسوي؟ اذا يركض راح يركض. اذا يبقى واقف رح ننتظره، لأن عندهم ثقة براعيهم. شفتوا؟ عندهم ثقة بالراعي مالتهم. يعلون راسهم، شافوا الراعي واقف ماكو شيء، دلج راسه مرة ثانية ياكل. هاي هي الحلو بالرعاية،
وكثير انجيلنا كثير اليوم مهم ويضرب بينا احنا كرعاه، احنا ككهنه واساقفه وكلتنا لازم نكون رعاه امناء ونعرف رعيتنا امينه. ولما يضيع خروف العصا ما راعي ليش هالشكل هي؟ ليش هذا القوس؟ من يقول؟ يرفع ايده. ليش هذا القوس؟ حسب عندك في رايك هذا. يهزم راسك. ها؟ يهزم راسك. لا لما يشوف واحد من غناماته طلعت هي ايوه هيك زاد هي قارش. لازم تكون طويله، لازم تكون طويله حتى يمسكها يجيبها. ها هي عصا الرعاه وتشوفون اساقفتنا الاجلاء الله يحميهم ويقويهم بخدمه الرعايه الامينه، ماسكين عصا الرعاية. ما هي بس سلطة، لا هي رعاية. ونفتش عن خروف الضار ويشوفون الراعي لما يتعب، يتعب اكو حار هواية وتعبان هواية يتعب، ايش راح يسوي؟ راح يقعد يشوف وين اكو غنم تعبان، وين اكو غنم جميل، راح يجيبه يحطه بحضنه. معناته هذا الراعي لابس لي ملابس ما كانت نظيفة، تكون وسخة، ما كان كل يقعد هون يقعد هون يقعد هون يقعد هون، فملابسه تتوسخ. ما مثل هسه عفات السياره مال غاز اللي يغني لي وين وصلنا؟ فالراعي يجلس كل مكان، فالراعي تشوفون ملابسه وسخه، ليه؟ لانه يسوع لبس انسانيتنا الخاطئه. يريد ينظفها مرة ثانية، يجيب هاي الرعاية، يجيب هاي الغنمات مالته ينظفهم، يداوي جراحاتهم. هذا هو الراعي الأمين اللي يفتش على رعيته. لما يجيب هذا الخروف الضال أو هذا الخروف المجروح أو هذا الخروف الضايع حتى يعالجه، يهتم بينه، وهو يكون القائد يمشي لقدام وكل الخروف الغنم يمشي ورانه. بينما الأجير شوفوني يمشي بالأخير. انتبهوا على الرعاة اللي هسه قاعدين يمشون هنا بالمنطقة من دوايب القوش، وشوفون على مد جبل القوش اليوم شفتها، لا لا جيب ولا هامه يمشي. والحلو راعي غنم دي يمشي وبيده تليفون دي يمشي، ولا انت تعلى انت تحرك من فوق الجبل تروح تقع، ايش راح يصير فيك؟ فالاجير ما يهتم، لما يجي الذئب او الحراميه هو اول واحد ينهزم لان ما همه. بينما الراعي الامين يقف اول واحد، يسوع سبقنا بالرعايه، طلع هو اللي قدام، هو حمل الصليب وراح، هو حمل عصا الرعايه وراح قدامنا وفدى نفسه على الصليب، فدى نفسه على الصليب. ها هي الرعايه الصادقه، ها هي الرعايه الامينه. اليوم ككهنه احنا ابونا انا واحكي على نفسي، اذا ما نكون احنا رعاة امينين ما لازم نلزم عصا رعاة بايدينا، ما لازم نلزمها. اذا ما نكون امناء على كهنوتنا على رعايتنا وهاي نصليها كلتنا خطا. صلوا من اجل كهنتنا ورعاتنا حتى نكون امناء لهاي العصا اللي يمسكوها ويفتشون على الخروف الضال. واكو ترتيلة كلش حلوة، الرب راعي فلا يعوزني شيء، مياه الراحة يرويني. شنو هاي مياه الراحة؟ شنو هاي مياه الراحة؟ اكو مي جاري، مي جاري. فالخروف لما يريد يجي يشرب ما عنده فكر، ما عنده عقل، راح يجي يشرب. والخروف لما يكون بينه صوف زين ويوصل بس على المي والصوف يمتص راس المي راح يصير ثقيل ويقع بالمي، يختنق الخروف. زين شنو هاي مياه الراحة؟ مياه الراحة يرويني، يجيب حجرة كبيرة ويذبها بنص المي بين الجلد والمي، يذبها بنص المي، فيفوت المي بين الحجرة والجرف الحافة مع المي بكل هدوء. يجي الخروف مياه الراحة، هي هاي الراحة لأن خفف سرعتها بسبب الحجرة اللي وقفت، فهي صحي وهاي الحجر اللي يخلينا نروي مياه الراحة. الله يبارككم، اتمنى لكم احد مبارك، واكيد مره ثانيه اقدم شكري يا ابونا شاهد. انتم هسه عقلتوا ابونا جاي حصة يوم حلم حلم. لا هي حصة الرعاة. فانا انا اعطي لكم انا بارك لكم اي قدر.
هكذا ابن الله أخلى نفسه من أجلنا تاركا مجد السماء ساكنا أرض العناء واضعا نفسه طوعا لفداء المقتنى رجل الأوجاع مختبر الأحزان مجدا له نراه مكللا بالمجد فوق دور الأموال يسوع جلد وازدراء ثم مثقوب اليدين دمه الغالي جرى غاسلا عنا الخطايا مانحا مجد الذرى Ooh.